اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي والنجوم. لو اول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبك ياريت لايك وكومنت وشير. هنبلش هلا وحرق وبحب اعمل مقدمة بنفس الطريقة اللي انا بصلي، مقدمة على طريقتي انا. منبلش باسم الرب والملائكة والقديسين والأجداد والأنبياء والمكرمين وأرواح الخير. منبلش رحلتنا مع توقعات البلدين للعامين القادمين، يعني 2022-2023. مش كل شيء هلأ عم قوله رح بيصير سنة 2022، ولكن خلال السنة رح فرجيكم كيف منكون على هيدا الطريق. يا رب يا كريم يا عذراء يا يسوع. منبلش بلبنان. هلا اذا شوي غلطت بكون شوي ما عرفت اقرا خطي، لانه هو كتبتهم بسرعه لما كنت عم حس بالامور. انكشاف حقيقه انفجار بور بيروت دون ذكر اسرائيل التي قصفته باستعمال اسلحه حديثه مبرمجه اصابت البور قبل انفجاره بساعات. واترك كلمه ناساجا من 3 أحرف نون سين وجيم، وهي كلمة من 3 أحرف أفسرها لكم فقط عند انفضاح الحقيقة ونشرها وسجن من نسجوا هذه المصيبة للبنان. لبنان لن يكون سويسرا الشرق فقط، بل باريس ونيويورك وسويسرا. تغيير في علم لبنان، وللأرزة 7 فروع تمثل 7 حقائق جديدة في لبنان. انتشار كثيف لفوج الجيش النسائي على الأرض لأسباب استعراضية واستفزازية. تغيير في هوية لبنان للأفضل. انتساب لبنان لمجموعة دول الشرق المتوسط اللي هلأ هن مسمينه الشام الجديد، وحكينا نحن عنه بحلقات قديمة. فيتكاتفون قوميا وسياسيا ودبلوماسيا وماليا. ضربة إسرائيلية للبنان تثير سخرية لبنان والمجتمع الدولي وغضب دول الخليج. بروز المرأة في السياسة والأمن العسكري بطريقة صارخة. تشريع قوانين جديدة تبهج اللبنانيين وخاصة الأطفال منهم والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة ومجتمع LGBTQ ومحبزي المساكنة وبعض مواليد لبنان من أصول مختلفة. أطفال لبنان ينشدون النشيد الوطني اللبناني بصورة تنقل إلى دول العالم. خضة تصيب الثنائي الشيعي في عقر داره، لا أعلم ما نوع الخضة. نتائج الانتخابات صدمة للجميع، لمحبي لبنان ولأعداء لبنان. حزب الله يطالب بدولة مدنية. التيار الوطني الحر باق مع تغيير في سياسته ونظامه وله نجاح في المستقبل. المرد باق كما هو. القوم السوري وحزب البعث كما هم مع انحدار في صفوفهم. القوات نافذ مناطقيا فقط ولكن ليس على مستوى لبنان. تيار المستقبل تيارين مستقبلين. حركة أمل تشتت ودبعصر. الأحزاب الدرزية باقية وتشريفها بمنصب سياسي دائم. إدخال طوائف جديدة على الطوائف المعترف بها في لبنان. يهود لبنان يطالبون بالجنسية اللبنانية. قانون لبنان مدني لا مركزي. إعادة إعمار المرافق وتطوير المطار وتجهيز مطارات جديدة. سرعة إعمار المباني غير منطقية. تثبيت الدولار وتغيير في عملة لبنان ونزع أصفار وإدخال العملة الرقمية واندماجها مع عملات أخرى. موت رجلين سياسيين مرموقين ما بعرف مين. الجواز السفر اللبناني جواز مرغوب به في أوروبا وأفريقيا. عسكر غير لبناني في لبنان. مصر، فرنسا، إيران، ألمانيا، الصين وروسيا في لبنان. لبنان وجهه على البحر وظهره على اليابسة، وجه تطوره غربي ووجه دعمه في السلع شرقي. روسيا تبني مراكز دينية في لبنان لأثبات وجهة نظر. ضربة سياسية لحزب الله لتسليم سلاحه أو
ويتم تسليم السلاح دبلوماسيا وبقاؤه سياسيا ليلعب دور مهم جدا في لبنان من كافة النواحي في المستقبل. الحشيشة تباع على العلن بطريقة قانونية. لبنان مركز تصنيع الأدوية. سكك الحديد القديمة تستبدل بسكك حديد جديدة. جبران باسيل رفع العقوبات. ريا الحسن رئيسة وزراء. سليمان فرنجية رئيس جمهورية. أشرف ريفي لتغيير. جوزيف عون قائد جيش عالمي. الحريرية السياسية تنتهي بوجهها الآن يعني. نجيب ميقاتي خارج لبنان. حسن نصر الله خطر ثم انتصار. جواد نصر الله خطر ثم انتصار. نبيه بري تقاعد. عباس إبراهيم رئيس مجلس النواب. على فكرة أنا هون ما ذكرت يعني البوزيشنز أو هيدا، لأنه صراحة ما بعرف كيف بيتسموا، مع احترامي لكل الشخصيات اللي ذكرتها، يعني رئيس الجمهورية ميشيل عون، السيد حسن نصر الله، الرئيس أشرف ريفي، الدكتور سمير جعجع، يعني بعتذر لأنه أنا ما ذكرت الألقاب، أوكي؟ بس مع كامل احترام. تسطع الأسامي التالية: بولا يعقوبيان، توني فرنجية، ابنة وليد جنبلاط، ابن وليد جنبلاط، ابنة وئام وهاب، تريسي شمعون، ريا الحسن، نجوى كرم، إليسا، عناية عز الدين، يمنى الجميل، بشرى الخليل، كارلوس غصن، أسامي مغتربين لا أعرفها، أسامي نساء لا أعرفها. المصارف في لبنان: التصفية والمحاسبة وبيع أسهم بعضها. الودائع تعاد على عدة أقسام: قسم بالتقسيط بنفس العملة، وقسم على شكل أسهم وتكون مدرة بالأرباح. شتاء صعب جدا، بارد وقاحل وفائض ومنتقم من الأبرياء ومن المعترين. ربيع هادئ يتخلله أحداث أمنية وسياسية سريعة ولكن مهمة جدا. صيف جيد مقارنة بالثلاث سنوات السابقة. خريف مزهر، مزدهر، مزمهر، وكأنه ربيع في نسماته الانفراج وروائح العطر والياسمين والإعمار والانفراج والقوانين والتشريعات. شتاء 2023: انتقام اللبنانيين من كل ظالميهم الذين يحقدون عليهم ويكرهونهم، يبدأ بانتصارات سياسية وأعمارية ومشاريع وأشغال وأعمال. محاسبة الكثير من رجال الأعمال ورجال الدين ورجال السياسة اللبنانيين داخل لبنان. اتهام رجل أعمال كبير بانتمائه للموساد الإسرائيلي. تغيير في المنهج الدراسي وخاصة التاريخ والجغرافيا وإدخال لغة رابعة على المنهج. الاهتمام بالأثارات والبيئة والبحر والحيوانات والطرقات أو الثروة الحيوانية يعني. إضاءة شوارع لبنان عبر نظام الطاقة الشمسية. الكشف عن عصابة تسرق أمور بسيطة مثل البطاريات أو الرجاريت وبتكسر المرايات وتسرق الكابلات من جنسية غير لبنانية والهدف تخريبي فقط. زيادة في خريطة لبنان الجغرافية بآلاف الكيلومترات وخاصة من الشمال والشرق. خطر يدق باب البطريرقية والبلبلة داخلية. ظهور العذراء يثير الجدل وبقعه كبير. تحقق نبوءة ميشيل حايك عن هرب بعض السياسيين وسجن البعض الآخر. انفجار كبير في الجنوب وانكشاف لمخبأ سلاح يهز لبنان. الجنسية لبعض الفلسطينيين وبعض السوريين وكل من كانت والدته لبنانية. تشريعات تعفي اللبناني المهاجر من دفع الضرائب تشجيعا له بالعودة. هون منكون خلصنا لبنان. لبنان اعطيني الحصة.